كيما تفاهمنا نهار الخميس. هاني دوكا نروح بروبوز. الإيقاع بشبكة مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية في إقليم الاختصاص الدائرة والدوائر المجاورة وامتدت إلى إقليم اختصاص ولاية عنابة. تمثلت هذه الشبكة في 9 أفراد، تم إلقاء القبض على 5 منهم، أما البقية فهم في حالة فرار. أما بالنسبة للمحجوزات فهي عبارة عن ما يقارب كيلوغرام من المخدرات، إضافة إلى 800 قرص من الأقراص المهلوسة بشتى أنواعها، وحوالي 250 مليون سنتيم تعتبر عائدات للبيع، إضافة إلى أسلحة بيضاء بمختلف أنواعها.